فاش شاركت لما كنتش متوقعة أنا فاش بون كان عندي واحد ثقة كان عندي واحد لو بورسنتاج بلي نقدر نشرف مدينتي وحيت كان شوية خوف كيف كلنا وسورتو كانوا نزاعات بين لي كانديدات في وسط الأكاديمي اللي سا نا با ايتي فاسيل دو ريوسيغ بزاف parfois des filles focalisent sur واحد la fille qui يقولوا هي اللي غتربح وحده كيقولوا هي هذه اللي غتربح كان نزاعات بزاف كان نقاشات كان بزاف ديال الحوايج مي اون ميم طون لي بيتيت اللي نقدر نقول لي تميزت به بالبساطه هذه الحاجه اللي خلاتني نكون ميزه بها وبحكم تجربتي قبل في مسابقات اخرين هذا هو لو بوين فور اللي كان عندي شوفي انا عشت انا سمعت اشاعات بزاف وما صدقيني انا فاش شاركت ناس عيطوا ليا وقالوا لي زعما ما تشاركش راك ما غتربحش زعما غير خرج كيقولوا لي بالحرف راه فلانه هي اللي غتربح ما تربحش يخرج شوف ما كاينش هادشي ما كاين لا وحده لا شومبر ديالها ولا كونيتي شوف كان قمه الاحترام كان قمه الذوق مع الناس كاملين لي كانديدات كانوا محسينا بلي حنا خواتات افون تو واخا كانت منافسه ولكن منافسه كانت شريفه ما كانش هذاك تاع باك صاحبي وهذا او كونترير بالعكس انا بغيت نقول حتى هي واحد الحاجه مهمه اول مره كنصرح بها هي حنا باش نقول لك قمه الاحترافيه اللي وصلوا لها لان ما كناش عارفين شنو هو لا بروغراماسيون ديال 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 ليفينمون ديال لا كومبيتيسيون حنايا راجعين من تارودانت باسكو لاكاديمي كانت في تارودانت وليفينمون كانت في مراكش راجعين لا في دو ليفينمون مشينا درنا حمام مغربي مع المشاركات كاملين قالوا لنا البنات ما ديروش الماكياج باسكو راه شيرورجان بلاستيسيان استيتيك عيطناكم الوتيل باش يشوف سكي لي في اللي معاودات واللي ما معاوداتش اي كان دكتور رضا الزهري اللي كان وجهي تحيه من المنبر كان هو اللي حارس على واد جراح الجميل اللي كان شاف لي كانديدات شكون اللي معاود وشكون ما معاودش لقى بارمي نو بارمي لي سايز لقى 4 ولا جو بونس 5 اللي كانوا معاودات وكانوا ما يدخلوش من البنات دونك هنا كنقول لك ما كاينش وحده كتفوق على الاخرى